أعزائنا مشاهدين قناة الطريق، أنا دلوقتي في قدام السفارة الأمريكية اللي اتنقلت من تل أبيب، زي ما حضراتكم شايفين اتنقلت من تل أبيب إلى القدس. ليه أنا بصور قدام السفارة؟ ليه بقول إن السفارة اتنقلت من تل أبيب للقدس؟ وده اللي عمل مشاكل كبيرة جدا جدا، وناس كتيرة اعترضت على إن السفارة تتنقل وتتحط في قلب القدس أو أورشليم بدل ما هي في تل أبيب، بعد قرار ترامب ما قال أوكي، وبعد ما الكونجرس الامريكي قال ان احنا مستعدين ننقل السفاره، والسفاره دلوقتي هي شغاله وكل حاجه تمام والناس بتدخل وبتطلع. ولو اتفرجتوا بصوا الموقع بتاع السفاره عامله ازاي، فوق لو بصيتوا هتلاقوا البحر الميت اهو هناك، وكل اورشليم اهي قدامكم، كل اورشليم كل المباني، منطقه كامله من العرب هنا موجوده. طبعا في اعتراضات كتير على انه ازاي السفاره تتنقل من المكان بتاعها من تل ابيب تبقى في المكان دوت، لكن احنا يعني من معلومات اللي عرفتها انه ده المكان اللي هو المقر اللي هو بيعترفوا بيه انه دي العاصمه بتاعه اسرائيل، وده اللي عمل مشاكل كبيره. وان النهارده اللي وصلنا بالمعلومه ديت او الحكايه ديت هو اوكي يا جماعه، انا خطفت بس الفيديو ده بسرعه، خطفته قبل ما هم يعني يحاولوا ان هم يقولوا لنا ممنوع نصور والكلام ده كله، لكن احنا قلنا ان احنا نقول لكم ان السفاره اتنقلت من تل ابيب وبقيت هنا في قلب اورشليم. بشكر ربنا جدا جدا انه ربنا بيحقق وعوده، طبعا سواء الناس رضيت او لم ترضى، خطة الله هي اللي بتمشي. انه اعظم بلد في العالم او اكبر بلد في العالم او اقوى بلد في العالم اللي هي امريكا تكون بتعترف ان اورشليم هي عاصمة اسرائيل. وادي زي حضراتكم شايفين المبنى هوت، والدنيا هادية يعني مفيش اي نوع من انواع القلق ولا الكلام ده كله زي ما بيتقال الصحافة. انا بستغرب جدا جدا، انا جاي هنا ودخلنا عادي جدا والناس بتروح وبتيجي السفارة وبتاخد الفيز عادي من هنا. ربنا يبارك الجميع، انا حبيت بس اقول لكم الخبر ده.